لكن والكره بتتشاط يا استاذ عصام، هل حضرتك كنت شايفها هتخش جون، ولا انت بس مجرد ان انت القاضيه في الوقت ده فعشان كده قلت الكلمه دي؟ هو يمكن احساس وتوفيق، مثل ما كنت انت يا كابتن منور بانطلاقاتك وتمشي معاك الكوره واهداف، هي جات توفيق. انا شفت الكوره مليانه كما تقولوا انتم في مصر، ساعات يقول لك شوت الكوره الكرباج معناها يشوتها بكامل قوته وكذا، وقتها افشى يعني طلع الرجل وكذا وشوف مقابل الزاويه، حسيت انها كانها ممكن هي بالفعل الحاسمه، لذلك طلعت من فمي القاضيه ممكن وبالفعل كانت هي اللي حققت حلم الملايين بتاع عشاق الاهلي. استاذ عصام، ما تفتكر القاضيه ممكن تحصل بكره في ماتش الاهلي وبايرن ميونخ؟ والله انا نحب نقول من جانب تاريخي. أيوة. من جانب تاريخي ومن جانب واقعي، القاضيه ممكن، لانه الكوره علمتنا اول شيء انه 90 دقيقه هي حقيقه الميدان. رقم اثنين، الانديه المصريه والكره المصريه تالقت كثيرا في المنافسات هذه الدوليه اللي فيها الفوارق الفنيه كبيره للاوروبيين، ولكن على الميدان شفنا كره اخرى. شفنا مصر البرازيل في كاس القارات، شفنا الانتصار التاريخي على سكوادرا الزورا ايطاليا، نعرف من نتائج الكره المصريه الزمالك ضرب نادي ويست هام في الطاف نتاع ويست هام 5-1 والثعلب وقت حماده امام. الاهلي نفسه يا كابتن فاز على بايرن ميونخ وهو بطل اوروبا في السبعينات، فاز عليه 2-1 وفي هدف تاريخي لبيبو الخطيب. النادي الاهلي في السبعينيات عمل مع ميونخ جلادباخ 2-2، عمل في الستينيات وبنفيكا بطل اوروبا 2-2، عمل الانتصار التاريخي على ريال مدريد. شوف انت الستينات، سبعينات، ثمانينات، 2001، يعني لما لا تكون 2021. في عوامل ايضا ممكن تخلي مباراتنا عكس ما نشوف الافيهات الان على السوشيال ميديا، وانو البايرن في طريق نتاع 6 و7. انا اقول لك محال، لانه انت لاعب دولي ولاعب في النادي الاهلي وتعرف قيمه التيشيرت وقيمه الفانيلا وقيمه الروح وقيمه ايضا اللاعب الاهلي والمصري فنيا ونفسيا وبدنيا.